أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا طالب علم وأسهر كثيرا لمذاكرة الدروس، ولذلك لا أستطيع القيام من الليل، وإذا نمت مبكرا قد أقوم من الليل، ولكن هذا قد يؤثر على مذاكرتي لدروس العلم الشرعي. يا أخي ادرس ما خالف، طيب طلب العلم الشرعي طيب من الجهاد في سبيل الله، وإذا أردت النوم صلي ما تيسر توتر وتنام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأنه كان يذاكر الحديث، كان يذاكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظه، ولذلك كان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.